مروان حيدر صار جاهز ليطلعنا على جديده اليوم ببيت الزراعة. مروان العوافي. بونجور مروان. بونجور عبدو. بونجور نتالي. والكحل الغير شكل. نهاركم سعيد. نهارك أسعد. تفضل. أنا أقول مرسي لمسيح حبيقة. مسيح حبيقة عنده محل تياب قدم لنا هلا الشاي. يلا مبروكين. مرسي. ثانك يو. مرسي مسيح حبيقة. بدنا نبلش بأول سلة، سلة الحامض يلي كيلو ونص ب 10,000. وفي عنا اليوم البريوش، البريوش يلي كثير عم بحبوه كمان، عم نعمل يوم ايه يوم لا، هيدا البريوش كثير طيب. كمان الكعك بطحينة سبيسياليتي أرمينيان كثير طيبة، يلي ما جربها بعد بكون عم بيضيع شيء. يعني بكون عم بيخسر أشياء طيبة. كمان عنا الكعك المالح والكعك الحلو. وعنا كمان المعمول يلي بلشنا نحضر حالنا من هلا لباك، بلشنا نجيب المعمول ونشوف شو احلى انواع نحطه عنا ونبلش فيها. بلشنا ندوق. بلشنا كمان اليوم بسله تيستينج. دقنا كثير. بدنا نبلش كمان بسله الخضره اللي فيها فجل وبقدونس وبقلي وروكا وبصل وبندوره وحامض. هالسلة كثير مطلوبة مثل العادة، كمان موجودة ب 10,000. أكيد دبس الخروب يلي معمول خصوصي لبيت الزراعة، نوعية رائعة مفحوص ونوعية جيدة جدا. كمان دبس الخروب مثل الصيدلية بالبيت، يعني دائما لازم يكون موجود. هالتفاح يلي من عند روجيه حايك، يلي دائما بدي أقول له ميرسي لروجيه، عم يعطينا تفاح بسعر كثير منيح حتى نحن عم نقدر نبيعه ب 10,000. تفاح ترشيش روجيه حايك على طول عم يعطينا أحلى الأصناف، بنقول له يعطيه ألف عافية. سلة الهندبي اللي فيها بصل وحامض وبندورة وهربطة الهندبي الكبيرة كمان ب 10,000 ليرة. أكيد الفريكة يلي كل الناس حبتها عنا، هالفريكة يلي شغل منطقة القريعة محمصة أو محروقة على العالي، ما فيها شوائب ولا رمل ولا بحث ولا أي شوائب فيها أبدا، طعم نعم. جيد جدا. البرغل الخشن وبرغل الناعم كمان نوعية لبنانية. الحمص والعدس والفاصوليا السنوبريه كمان شغل لبنان. هالاصناف يلي كثير طيبين، يلي عم ينعملوا يعني عم ينعملوا شغل لبنان اكيد. من اول فقشه مي اول غلوه بيكونوا دغري استووا. عندنا هالجوز، جوز عين الجمل كمان نوعيه رائعه، في مقشر في مكسور نص كسره كمان يلي بحب يذوقه، نوعيه رائعه جدا. سله السلق الموجوده اكيد مع حامض وبصل، هالسله الكبيره كمان ب 10,000 ليره. بونجور. بنقول لك بونجور وناتالي وعبدو، بنقول لكم بونجور. بونجورين. ما في ناطرين كلهم تيدووا التليفونات، بس الهيئه اليوم زمطنا بالكهرباء. عبدو عم بشوفكم هون، اذا كنتم صبحوا ناتالي كمان بيصبحوكم. رح ننتقل للكشك، كمان عندنا الكشك نوعيه رائعه هلا بايام السقعه كمان كثير طيب. سو كل هالاصناف موجوده وكل الخضره موجوده، بيقدروا ياخذوا افوكا او رمان او ملفوف او زهره او اي اصناف ثانيه كمان موجودين ببيت الزراعه. هالنوعيه يلي عم نجيبهم رائعين، وكل الاصناف الخضره عم بتكون طازه من عند المزارعين، تقطع ببيت الزراعه اكيد بدون اي ربح. من زمان بلشنا فيها وبعدنا فيها، مشان هيك اسعارنا كثير حلوه. وميرسي اللي عم بيعطينا اسعار حلوه دائما تنضل نقدر نكمل. عنا اكيد رب البندوره والصوص طومات والحر والكزبره والثوم، شغل منطقه عنجر. هالاصناف الرائعه كمان هالنوعيات اللي كثير حبوها الناس موجوده، صحيح موجوده عنا وكثير طيبين. الزعتر خلطه بيت الزراعه يلي عم ياخذوها على كل البلاد ان كان برا او بلبنان، كمان هالاصناف الرائعه. مع الابل صوص يلي اليوم رح نعمل مع كل مربين ابل صوص، رح نعمل صوص التفاح، رح نعطي كيس كعك، والكيس كعك هو لحاله يعني بيكون عطى اذا بدك سعر كثير منيح اذا كانوا اثنيناتهم مع بعضهم، لانه اسعارهم كثير حلوه. كل الاصناف موجوده، فريق بيت الزراعه اكيد من قلبه رب عم بيكون موجود تيساعد الكل. وبنقول للناس بليز ما تنسوا لنا الاكياس كرمال البيئه وكرمال نحن شوي نوفر على بيت الزراعه، لانه شوي الاكياس صار بينضرب لحساب. فمن هالمنطلق عم نطلب من الناس يجيبوا لنا الاكياس، ومشكورين لانه عم يجيبوا لنا اياهم مش بس اكياس، بيردون وبتعوجون وبحطون هيك كبسين، فكانه عم نشتريهم نحن من السوبر ماركت. وهذا الكعك اللي عم بحكي عنه يلي مع الابل صوص يلي كثير طيب. فبس رح يقولوا لكم باي باي، وبنقول له الاستاذ عبده ما يطول اللي طلع علينا، كلهم عم يسالوا عنه. نتالي كمان مرحب فيها دائما، اذا بتحبي تيجي صرنا بيسالوا عنكم دائما. على راسي يا مروان، على راسي. بعد اخر مره لنقول بس نقول لكم بعد بونجور للجميع. هيدا عبده عم يسمعكم. صباح الخير، يعطيكم العافيه.
ميرسي لك مروان سعيد. عبدو ميرسي مروان، ميرسي لك مروان، لكل المشاهدين بدنا نقول صباح الخير كمان لإيمان.